اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أساتذتنا الأعزاء، هذه أول محطة ستوزع مسابقة في أول الطريق، مسابقة عاشوراء. نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تغطيتنا لهذا اليوم حول افتتاح محطة فتية الكفيل الثقافي هنا في مدينة الموصل، المختص بطلبة الجامعات وكذلك الشباب تحت خيمة الإمام العباس عليه السلام، بذكرى فاجعة كربلاء، فاجعة استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. افتتاح محطة فتية الكفيل الثقافية لطلبة نينوى في سهل نينوى فوق مقام الإمام زين العابدين عليه السلام. فحياكم الله جميعا في قسم الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة قسم العلاقات العامة، نتشرف بحضوركم جميعا أسادتنا الأعزاء، مشايخنا، القادة الأمنية، الوجهاء في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة العزيزة. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الفضل العباس والإمام الحسين وأهل بيته الكرام. ونحن نعيش هذه الأيام بذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، عاشوراء أبي عبد الله الحسين، وهذه الأيام هي أيام عبرة وعبر. وإن شاء الله في هذه المحطة حاولنا أن نعمل على وضع محطات تحاكي الواقع واحتياج الشباب وما يستخدمه الشباب من خلال محطات التواصل الاجتماعي وكذلك التكنولوجيا في هذه المحطة الثقافية. نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تغطيتنا متواصلة حول افتتاح محطة الفتية للعتبة العباسية المقدسة هنا في أرض أم الربيعين الموصل الحدباء بالتحديد أمام مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في مدينة الموصل. معنا أستاذ ماهر سوف يتحدث لنا عن طبيعة المحطة ولماذا تم افتتاحه وفي هذا التحديد في هذا التوقيت، ونحن نعيش أجواء شهر محرم الحرام، شهر الحزن، شهر الإمام الحسين عليه السلام. نعم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجورنا وأجوركم بصاب الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار. وها نحن اليوم في الموصل الحدباء لإحياء مناسبة وذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس وأهل بيته بطريقة ثقافية في سهل نينوى في مقام زين العابدين عليه السلام. مثل ما تشاهدون هنالك ثمان محطات، المحطة الأولى هي محطة الفي آر لتجسيد واقعة الطف بتقنية الفيرتشوال رياليتي والواقع الافتراضي لطلبة المجامعات والمدارس من نينوى الزائرين لمقام الإمام زين العابدين عليه السلام. والمحطة الأخرى هي محطة التضليل الإعلامي والتثقيف الإلكتروني وأجر الرسالة، وهذه المحطة تعنى بتوعية الشباب في نينوى في كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية حماية حساباتهم، وأيضا هو كيفية نشر علوم أهل البيت عليهم السلام بطريقة تلاقي استحسان ونشر هذا الأرث الكبير لأهل البيت عليهم السلام من وعي وثقافة وحكم ومواعظ مما يجعله دستور للحياة. المحطة الأخرى هي تعلم القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة من خلال فيلم أحمد والقمر الذي أعد في العتبة العباسية المقدسة لفئة الطفولة، وهذا الفيلم هو يصحح الأخطاء الشائعة في سورة الفاتحة
ومن ثم هنالك محطة أخرى تعنى بالتطوير الشبابي وتنمية مهارات الشبابي وحلول شبابية وحلول المشاكل الشبابية المعاصرة. وهنالك مدربين مختصين في هذه المحطة من منسقو مشروع الكفيل الوطني في نينوى وفي جامعة الموصل وجامعات الأخرى. هذه تعنى بإعداد وإعطاء هؤلاء الشباب استراتيجيات في حل المشكلات وتنمية مهاراتهم بحيث تكون لهم يعني كل مصاعب الحياة هنالك فرصة لأنه يخرجوا من هذه المصاعب. المحطة الأخرى هي تفقه في الدين والسلامة الفكرية ومحاربة التطرف الفكري، سيشارك فيه علماء من السنة وكذلك من الشيعة في التوجيه الديني في العتبة العباسية المقدسة في هذه المحطة، لأي سؤال ذهني ممكن ديني أن يكون في أذهان الطلبة وأذهان الشباب الموصلي، سيكون هناك إجابة كافية ووافية في هذه المحطة لتوعية الدينية وزيادة الوعي الديني والتفقه في الدين. إضافة لذلك محطة للتعايش السلمي لكل الطوائف والقوميات في الموصل الحبيبة، سيكون هناك أقوال وحكم لعلماء من قوميات ومن طوائف مختلفة في حق الإمام الحسين عليه السلام في هذه الخيمة، إضافة إلى هي خيمة تعايش سلمي لكل الطوائف في محافظة نينوى. وأيضا هناك محطة أخرى هي رسائل إلى كربلاء الحسين عليه السلام، سيكون في إدارتها خدام العتبة العباسية من السادة الخدم، ويكتب في هذه الصناديق التي ستوضع في هذه المحطة ما يشعرون به وما هو انطباعهم عن زيارة عاشوراء وما هي الرسائل التي تصل إلى كربلاء الحسين عليه السلام، وإن شاء الله ستصل هذه الرسائل جميعا إلى كربلاء. وأيضا على هامش هذه المحطة سيكون هنالك مسابقة توزع في الطريق المؤدي إلى مقام زين العابدين عليه السلام، وستستلم القسيمة في هذه المحطة في داخل هذه المحطة، وسيكون هنالك جوائز للفائزين في هذه المسابقة إن شاء الله. نعم، محطات كثيرة، 6 محطات أو 8 محطات تم وضعها، لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات هنا في مدينة الموصل؟ نعم، طبعا تشهد أو يشهد مقام زين العابدين عليه السلام في محافظة نينوى الزخم الكبير للزائرين الكرام من كل الطوائف وكل القوميات في هذه المدينة إلى هذا المقام الشريف. وارتأى الأخوة منسقو مشروع الكفيل منسقو العتبة العباسية المقدسة بإقامة هذه المحطة التي تقام أصلا في كربلاء، فتقام في هذه السنة وفي هذا التوقيت في زيارة عاشوراء الحسين في محافظة نينوى تحديدا في مقام زين العابدين أو قرب مقام زين العابدين لعدة أهداف. الهدف الأول هو لوعي أو زيادة وعي الطلبة من محافظة نينوى ومن طلبة الجامعات والمدارس العراقية، وكذلك أيضا هناك هدف آخر هو للتعريف بالقضية الحسينية وأهداف النهضة الحسينية الثورية والإصلاحية بطريقة أكاديمية ثقافية تصل للطالب بكل سلاسة وبكل بساطة إن شاء الله. نعم، نحن يعني هنا في الخيمة ربما نضع الحداثة والذكاء الصناعي أيضا من أجل أيضا إيصال المفهوم الثورة الحسينية للشباب. طبعا استخدمنا تقنيات التدوين الإلكتروني وكذلك تقنية الفيرتشوال رياليتي وكذلك التو دايميشن اللي هو ما يسمى الآن بالأنيميشن، هو كل ذلك تماشيا مع متطلبات الشبابية في قضية التعلم. مثل ما تعرفون الآن اليوتيوب وكل منصات التواصل هي جزء من الحياة اليومية، والشاب يتعلم من هذه الأدوات وهذه المنصات التواصلية، لذلك تم استخدامها في هذه المحطة بطريقة تعكس أهداف النهضة الحسينية وكذلك تهدف إلى رفع المستوى الثقافي والعلمي والديني لدى شبابنا في محافظة الموصل الحبيبة. الصحيح إياك نعبد، وهناك خطأ مفهوم آخر في قراءة الآية، أحدثها وما هي؟
نؤكد على حل مشكلات الشباب. اليوم شبابنا يعاني من الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية بسبب تأثير التطور ومواقع التواصل الاجتماعي، فإحنا نعمل على حل بعض المشكلات التي يعاني منها هذه الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركنا مع الأخوة في وفد العتبة العباسية الذين بادروا بإقامة هذه المحطات، محطة فتية الكفيل الثقافية الخاصة بالإعلام والعلاقات الجامعية للعتبة العباسية المقدسة. هذه المحطات لها دور كبير في منطقة سهل نينوى وفي محافظة نينوى، لا سيما في زيارة العاشر من محرم، كونها ترسل رسالات واضحة ودلالات واضحة عن مناسبة العاشر من محرم وعن الأحداث التي حصلت في العاشر من محرم، بالإضافة إلى بقية المحطات الأخرى التي موجودة ضمن المحطة الرئيسية التي انقسمت إلى أكثر من محطة داخل هذه، من أجل إيصال فكرة ومن أجل إيصال شعائر أبا عبد الله الحسين للعالم. الوقف الشيعي يساند ويدعم كل الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها سواء الوفود القادمة من العتبات المقدسة أو الفعاليات الأخرى التي تساهم في نشر شعائر أبا عبد الله الحسين وترسيخها في محافظة نينوى. نسعى جاهدين لإكمال كل الأمور التي تساعد في إنجاح هذه الزيارة، زيارة العاشر من محرم، مع جميع الأخوة الذين يساهمون ويساندون في من أجل إقامة هذه الشعيرة المباركة. نعم، إقامة افتتاح هذه المحطة وخاصة نحن في أجواء شهر محرم الحرام، وهل يعني بأمل نحن بحاجة إلى هكذا محطات في وقتنا الحالي؟ نعم، في محافظة نينوى مثل ما تفضلتكم أنه هذا الموضوع ما مطروق سابقا، لأول مرة نحن نحتاج إلى هكذا مبادرات، إلى هكذا محطات، إضافة إلى أمور أخرى تساهم وتساعد في دعم الشعائر الحسينية. هذه المحطات انقسمت مثل ما تشوفون، محطة تخص محطة التضليل الإعلامي، محطة الفي آر اللي هي الواقع الافتراضي، إضافة إلى محطة تعليم سورة الفاتحة، هذه كلها محطات إضافة إلى محطات أخرى سوف يكون لها إن شاء الله سوف يكون لها دور ومردود إيجابي من أجل إيصال الفكرة الواضحة التي تقوم بها العتبة العباسية من خلال هؤلاء الفتية الشباب، من أجل إيصال هذه المعلومات بصورة سلسة وبصورة مناسبة تساعد في نشر الشعائر الحسينية الحقيقية الصحيحة بدون أي تزييف وبدون أي إضافات تسيء إلى هذه الشعائر. نعم، هكذا محطات سوف يكون له دور كبير أيضا في تنمية قدرات الشباب، يعني هناك محطة لتوجيه الأسئلة وحلها. نعم. ربما سوف يكون أيضا يساهم في إشغال الشباب بالإجابة على الأسئلة الفقهية خلال المسير إلى مقام الإمام. نعم، هذه محطة من المحطات الموجودة ضمن هذه المحطة الرئيسية. نعم، إضافة إلى محطات أخرى، محطة المسابقات اللي مثل ما تفضلتم، محطة الأسئلة، محطات أخرى، محطة التعايش السلمي، كلها هاي راح تساعد وتنشط من قدرات الشباب ومن قدرات كل من يساهم في أداء هذه الشعيرة، شعيرة العاشر من محرم، لا سيما أن مقام الإمام زين العابدين عليه السلام يشهد كل عام زيادة في أعداد الزائرين وفي أعداد الذين يؤدون فريضة العاشر من محرم، زيارة العاشر من محرم عفوا. فهذه المحطة ستكون لها وقفة إيجابية مثل ما قلت لكم، يعني أنه توصل لهم المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى موضوع المسابقات راح تنشط القدرات الذهنية وتنشط المعلومات الموجودة عندهم. فإن شاء الله نسأل الله التوفيق للأخوة المبادرين في هذه المحطة، لا سيما العتبة العباسية، ونسأل الله التوفيق والسداد لجميع الأخوة المساهمين في هذا، وكذلك نسأل الله النجاح لجميع الأمور التي ستقدم في زيارة العاشر من محرم. صورة صحيحة ويقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار والسادة الأبرار، ويكون يحافظ على دينه وعقيدته من خلال الحذر، كل الحذر من مواقع التواصل الاجتماعي، من هذه الثورة الهمجية العدوانية للإلحاد والكفر على الشباب المسلم خاصة. الجميع
تعد هذه المحطة من المحطات في كثير لطلبة الجامعات والمدارس في محافظة نينوى. تعد محطة مثالية كربلاء، كربلاء الحسين عليه السلام، كربلاء العباس عليه السلام. من أنكم تفضلون تضعون بعض الرسائل نضعها في الصندوق إلى ونوديها أيضا إلى كربلاء المقدسة إلى الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس. تضيفنا الصندوق إن شاء الله. هذه أقلام أسادة نازة، هذه أقلام وهذه أسادة قبول كتبوها ويا حبذا بالوجه الخلف عندما قال الناس سيفان إما أقول لك في الدين أو نظير لك في الخسن. ومن مبدأ الرحمة المبدأ التي جاء بها رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندما وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل للمؤمنين لا للمسلمين ولا للمسلمين إنما للعالمين. نعم مشاهدين الكرام، تجوالنا هنا في محطة فتية الكفيلة الثقافية المقام من قبل العتبة العباسية المقدسة، أحد محطاته الثقافية التسامح أو التماسك الاجتماعي وبين الأطياف والمكونات هنا في مدينة الموصل. سوف يتحدثون لنا عن غاية الأساسية من إقامة هذه المحطة. نعم سلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاليوم بدعم من العتبة العباسية المقدسة ومشروع فتية الكفيل، اليوم نحن محطتنا محطة التعايش السلمي والتسامح بين جميع طوائف مجتمع الموصل. اليوم الأخ الكردي والأخ اليزيدي والأخ الشيعي والأخ السني والشبكي، اليوم كلهم تحت راية واحدة هي وتحت رسالة واحدة هي السلام والتعايش السلمي من جميع طوائف المجتمع. اليوم نحن نوصل رسالة من هذه المكان المقدس ومن مقام الإمام زين العابدين بأنه نحن ناس نحب السلام، كلا للعنف كلا للطائفية. شعارنا ليكن معا لنعش بسلام. هذه الشباب غايتها نشر المحبة والتآخي والترابط بين طوائف المجتمع كافة. نحن اليوم نحمل رسالة هي الرسالة السمحاء اللي أتى بها الإمام الحسين عليه السلام. الإمام رسالة يعني سمحاء. الإمام الحسين هدفه كان نشر السلام والمحبة بين جميع طوائف المجتمع، وإن شاء الله نحن ماشيين على هذا العهد. ويا أهلا وسهلا بكم ونحييكم قناتكم المؤقرة، وإن شاء الله راح تكون محطة تخدم زوار الإمام زين العابدين عليه السلام. نعم مشاهدين الكرام، كما تعلمون بأنه المحطة تتواجد فيه كل أطياف الشعب الموصلي السني والشيعي والإيزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي والصابئي. معنا الآن أيضا أحد الحضور من إخوة الإيزيدية، سوف يتحدث لنا أيضا عن لماذا يتواجد هنا. نعم سلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني أشكركم على مجيئكم إلى محطة التعايش السلمي، والشكر موصول إلى العتبة العباسية المقدسة. نعم. لافتتاح هذه المحطة الثقافية أول شيء، وموجودة هنا عدة محطات من ضمنها محطتنا محطة التعايش السلمي. هنا أريد نوجه رسالة، يعني اليوم أنا متعايش ويا الأخ الشبكي ويا الأخ الكردي ويا الأخ العربي الأخ التركماني، كنا عايشين تحت سقف العراق، العراق يجمعنا، الأخوة الصادقة تجمعنا، يعني ماكو فرق بين كردي وشيعي وسني ويزيدي وصابئي، كنا رسالتنا واحدة عدم التفرقة والطائفية. كذلك أريد يعني تعايش يعني بعيدا عن الدين، أريدك يعني تكون مثلا أخي في الإنسانية، هي الإنسانية تجمعنا. يعني مثل ما حدث قبل 2014، الكل يعرف مجيء تنظيم داعش الإرهابي لسهل نينوى وباقي المحافظات، هدفها كان للتفرقة والطائفية، والحمد لله الشكر موصول للمرجعية الشيعية الرشيدة هو السيد علي السستاني دام ظله، عندما قال دافعوا عن أخوكم السني ودافعوا عن الأيزيدية الذين سبيوا ودافعوا عن المسيحي ودافعوا عن التركماني وعن كل الأديان. والحمد لله عندما رأينا الساتر كانت الدماء هي دماء الأيزيدي والشيعي والشبكي والمسيحي والصابئي والتركماني كلها على هذا الساتر،
هذه بينت لجميع العالم أنه نحن إحنا العراقيين متوحدين، لا يفرقنا دين أو مذهب أو طائفة. نعم، شكرا جزيلا. الإمام الحسين يجمعنا هنا تحت خيمة أبي الفضل العباس المقام من قبل طبعا العتبة العباسية المقدسة. معنا الآن أيضا أحد الأخوة أيضا من ضمن محطة التعايش السلمي. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حضرنا اليوم بزي فلكلور الشبكي القومية الشبكية الحضور في مهرجان التعايش السلمي والذي نظمته العتبة العباسية مشكورة جهودها، وهدفها نشر التعايش السلمي في محافظة نينوى وبالأخص سهل نينوى التي عانت من الويلات ومن التهجير ومن الكثير من المصاعب والمآسي، وبالأخص الأخوة الأيزيدية والشبك والمسيحية في المنطقة والأخوة التركمان، ونشكر جميع الجهود المتوافرة هنا. والسلام عليكم. نعم، عليكم السلام. نعم، أيضا معنا الأخ الكردي هنا في محطة عباس، فتية عباس عليه السلام هنا في مدينة الموصل. نعم، ما الذي دفعك للحضور إلى هذه المحطة، ما محطة التعايش السلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون احنا الإكراد ولا السنة شيعة يزيدية كلتنا أخوة، ماكو فرق لا بالدين، كلتنا تحت سقف واحد هو العراق. نشكر العتبة المقدسة بهذه المبادرة اللي جعلتها هذه المحطة في سهل نينوى، وراح يكون هذا المحطة هي نشر الفكر، المحبة، نشر التسامح، وكنا إن شاء الله أخوة، ماكو فرق بين أي دين أو أي مذهب. نعم، شكرا جزيلا. نعم، مشاهدينا الكرام، كما استمعتم، محطة التعايش السلمي يجمع كل الطوائف والأديان هنا في مدينة الموصل، ويجمعنا حب الحسين عليه السلام، وتحت خيمة أبي الفضل العباس المقام من قبل العتبة العباسية المقدسة. فكونوا معنا في تغطيتنا في محطة أخرى من محطات الفتية الكفيل الثقافية هنا في مدينة الموصل. وحيد هذا الفيلم موجود عندنا. هذا طبعا للأطفال استاذنا. هذا للأطفال ما ندخل بهم بالعمق، ولكن فقط التحريك. ممثل العتبة العباسية المقدسة فضيلة الشيخ عقيل سلطان الشبكي يتحدث لنا عن افتتاحهم لمحطة فتية الكفيل الثقافية لطلبة الجامعات والمدارس. نعم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من ضمن المشاريع الجيدة تقوم العتبة العباسية المقدسة قسم العلاقات العامة، قسم العلاقات الجامعية، فتح هذا الورشة، هذا الحفل في هذا المكان في هذه المناسبة. القسم خاص بالعلاقات الجامعية عندها عدة محطات، محطات للتفقه في الدين، ومحطات للتطوير الشبابي، محطات للتضليل الإلكتروني، محطة لتسجيل وتسجيل واقعة الطائف. يحاولون مع الشباب من كل الأطياف، يعني سنة وشيعة وأكراد وأيزدية ومسيحيين، يحاولون يجمعون كل الطلبة من كل الفئات حتى يعرضون عليهم طريق أهل البيت، ولكن بطريقة مبتكرة، بطريقة حديثة، بطريقة عصرية. يحاولون أن يوصلوا إلى الناس رسالة أهل البيت عليهم السلام، ولكن حسب الطرق الموجودة في هذا الآن وفي هذا الزمان، من خلال الشباب الجامعيين وفي كل الاختصاصات ومن كل البلاد وفي كل الفئات وكل المذاهب والملل. هنا محطة جديدة على محافظة نينوى، شيء جديد لم يسبق لأحد أو جهة معينة أن قامت بهكذا فعالية. هؤلاء الثلة من الشباب متمرسين ومتمكنين في إدارة النشاطات الجامعية في كل محافظات العراق، ولكن هذه المحطة الأولى لهم في سهل نينوى، في محافظة نينوى، وكان بجوار المولى الإمام زين العابدين عليه السلام. إن شاء الله تعالى يقدمون شيء
رائع جميل، اولا لشباب سهل نينوى، ثانيا يوصلون الى الناس رساله العتبات المقدسه عامه وعتبة العباسيه خاصه، وهي رساله المرجعيه الرشيده. ان شاء الله تعالى مع هذه القناه المباركه نوصل رساله لكل الشباب ولكل الاطياف بان العتبه المقدسه والمرجعيه منفتحه على جميع الملل والاطياف. نسال الله لنا ولكم القبول، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. هذه المحطه طبعا محطه التعايش السلمي. تفضل استاذ، تفضل مشايخ، تفضل. هذه المحطه هي محطه التعايش السلمي، و بحب الامام الحسين عليه السلام يجمعنا نحن. احنا اليوم في محطة تطوير القدرات الشبابية. هاي المحطة هي مختصة في تطوير المهارات الشبابية، مختصة في توعية الشباب. اليوم الكثير من الشباب يعاني من مشكلات نفسية ومشكلات اجتماعية واقتصادية بسبب سوء الوضع في المجتمع العراقي. احنا اليوم جاي ننطي دعم وجاي ننطي توعية ومهارات للشباب لمواجهة تحديات وصعاب التي تواجه الشباب اليوم في العراق. مشكلات الاجتماعية، حل هذه المشكلات، الوصول إلى جذور هذه المشكلة، ومن ثم الحلول والنتائج. أيضا مشكلات الاقتصادية، شلون يقدر اليوم الشاب يعتمد على نفسه في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، شلون يقدر يكون مشروعه الخاص، شلون يقدر يعتمد على 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 مجهود الذاتي بعيدا عن البحث على وظيفة حكومية أو هاي. أيضا تنمية قدراتهم والثقة بالنفس، الاعتماد على النفس، الاعتماد أو التمسك بالمبادئ والعادات والتقاليد والأخلاق الماشية في مجتمعنا، وعدم الانجراف وراء أي أمور أو برامج تفكك المجتمع أو تعمل على غسل الفكر الشاب العراقي اليوم. نعم، هل الفكرة كان ناتج عن دور الإمام السيستاني في طرح هكذا مبادرات؟ كل هذه المبادرات هي من طرح سيد علي السيستاني، وأيضا دور المرجعية أيضا في تنمية الشباب وشعاراتهم نحو الشباب، وهي أن الشباب قادة المستقبل والشباب هم الذين سيقودون هذه البلاد. فالشباب هم عمود البناء، وهم عمود بناء المجتمع. إذا تفكك الشباب وتفكك دورهم راح يتفكك كل المجتمع العراقي. في حال تعذر الحلول هنا، هل يكون هناك لديهم تواصل معكم؟ أغلب المشاكل، هناك مشاكل يعني تحتاج وقت، فما نقدر بهاي المحطة نعالجها بخمس دقائق أو عشر دقائق. فأرقامنا مفتوحة ويتم التواصل فيما بعد، فتم سماع المشكلة يعني بالتفصيل، ومن ثم نطرح لهم الحلول والمقترحات. خصوصا في ديننا الحنيف، على اختلاف او لا ان شاء الله على تعدد المذاهب اللي عندنا، المذاهب الخمسه جزاهم الله خير الجزاء كلهم، ولكن المؤدى واحد هو الدين الاسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولا المسلمين إنما للعالمين، وهذا هو كل اليوم هو أكبر دليل. نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام، تغطيتنا متواصلة حول افتتاح محطة فتية الكفيل الثقافية لطلبة الجامعات والمدارس العراقية هنا في سهل نينوى، وبالتحديد في مقام الإمام زين العابدين عليه السلام. معنا الآن أيضا فضيلة الشيخ رامي العبادي، سوف يتحدث لنا عن تواجده أيضا في محطة من محطات الكفيل للفتية، سوف يتحدث لنا عن دوره في أيضا توعية الشباب
هنا في مدينة الموصل. نعم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية نتقدم بأحر التعازي إلى جميع المسلمين باستشهاد ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه السلام اليوم من خلال افتتاح هذه المحطات الطيبة المباركة ذات النفع الكبير لشبابنا ولرجالنا ولنسائنا برعاية طيبة مباركة للعتبة العباسية المقدسة. يقومون بهذه افتتاح هذه المحطات وهي محطات ثقافية للشباب، منها للسلامة الفكرية والتفقه في الدين وللتضليل الإلكتروني، حتى اليوم يعلم الشاب أنه هذه الأمور التي تدخل على المجتمع وهي ليس من عادات مجتمعنا ولا من عادات بلدنا، نقوم بتثقيف الناس، تثقيف الشباب أن هذه كلها تعمل تحت أجندات خارجية، تعمل من أجل إبعاد المواطن العراقي الإنسان المسلم عن دينه وعن عراقيته وتفرق بين صفوفنا. ولكن بهذا المشروع المبارك التي أشرفت عليه العتبة العباسية وبهذا اليوم الأليم والفاجعة الكبرى، نجد أن جميع الشباب من كل المكونات سنة وشيعة عرب وأكراد مسيحيين مسلمين أيزيدية اجتمعوا في هذا المكان ليرسلوا رسالة العالم أجمع أن أعداء الإنسانية، أعداء الإمام الحسين، أعداء العراق، مهما فعلتم، مهما قدمتم ومهما رتبتم، فإنكم لا تستطيعوا أن تفرقوا بين جمعنا ما دام هنالك صاحب اللحية البيضاء والعمامة السوداء الإمام السيد السيستاني، وهنالك رجال أهل الحل والعقد الذين يثقفون الناس على الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية. ستفشل كل المخططات التي تهدف إلى تفريقنا. نعم شيخ، محطة تثقيف في الدين، التثقيف في الدين، نجد الشيعي والسني وكذلك بقية الأديان، ما الرسالة من وراء هكذا مبادرات ومحطات من قبل العتبة العباسية المقدسة؟ طبعا لكل منا، نحن في نينوى وهي العراق المصغر، فيه كما قلنا جميع الأديان والمذاهب الإسلامية والأديان الغير إسلامية. عندما نفتح المجال للجميع، هي رسالة أن العتبة العباسية هي لجميع العراقيين، لا تختص بمذهب ولا تختص بدين واحد، إنما هي تعمل لخدمة جميع العراقيين. نعم، الكل هنا من أجل في خيمة العباس، من أجل القضاء على الفتنة وكذلك التضليل الإعلامي وكذلك بقية المحطات التعليمية والثقافية والاجتماعية. هنا في هذه الخيمة تجد المحطات التي فتحت في هذا اليوم، تدار من أساتذة وشباب ناشطين في المجتمع ولهم أصحاب خبرة عالية القدر. تجد أن لكل محطة هنالك أستاذ متمرس وصاحب مهنة في هذا العمل الذي يقوم به من أجل أن يقدموا الثقافة العلمية والمنهج السوي للمواطنين. نعم، شكرا فضيلة الشيخ. أيضا معنا فضيلة الشيخ سوف يتحدث لنا عن أيضا سبب تواجدك هنا أيضا. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لما كانت نينوى أم للجميع، فهذه الأم لم تفرق بين أولادها ولم تفرق بين صغارها، فلا فرق بين سنيين ولا شيعي ولا بين مسيحيين ولا أزيدي ولا بين شبكيين ولا تركماني ولا بين عربيين ولا كردي، الكل يجمعهم مشتركات وقواسم كثيرة جدا. أول مشترك هو مشترك الإنسانية والبشرية، كلنا من آدم وآدم من تراب، فما التفاخر ولما التفاخر والتكبر. ويجمعنا أيضا قول إمامنا علي كرم الله وجهه عندما قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فهذا المبدأ العظيم الذي رسمه لنا الإمام علي كان مبدأ حياة للبشرية جمعا. نعم، رسالتكم أنتم هنا شيوخ عشائر ورجال دين إلى الشباب، ونحن في خيمة الإمام العباس عليه السلام. نعم، لا ننسى الشكر موصول للعتبة العباسية المقدسة. رسالتنا الآن، قال الإنجليز قولته المشهورة: فرق تسد. رسالتنا اليوم: اجمع تصد. اليوم لا بد من وحدة، هذه الوحدة تكون وحدة بشرية إنسانية تجمع جميع الأديان وجميع المذاهب وجميع المشارب، كلهم يندرجون تحت معبود
وخارق واحد جل في علاه. نعم، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، هنا في خيمة الإمام العباس وتحت شعار الحسين يجمعنا، هنا أبناء مدينة الموصل بمختلف طوائفهم وأديانهم وقومياتهم قد حضروا هنا في خيمة محطة فتية الكفيل الثقافية لطلبة الجامعات العراقية وبالتحديد في مدينة الموصل، لكي يصلوا رسالة مفادها بأنهم على العهد باقون وبأنهم على خطى الإمام الحسين سائرون. وها نحن وإياكم قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء.